بعد ما درسنا في الفيديو السابق الحدود أو الباوندريز أوف ذا تريجو بالاتاين فوسا، وأخدنا إن إحنا عندنا 3 عظمات بتشارك في هذا الأمر، اللي هي أول عظمة اللي هي عظمة السيفينويد بون، وتاني عظمة اللي هي عظمة الماكزيلا، وتالت عظمة اللي هي عظمة البلاتاين بون. أدي 3 عظمات اللي هم إحنا أخدناهم في الصورة ديت في الفيديو اللي فات. طبعا انا عملت زوم او قمت جاي مزوم او مقرب على الحته ديت، وقمت جاي جايبها لك هنا. وفي الحقيقه الصوره ديت يعني اطلس جري هو اللي عامل دي الحركه اللطيفه ديت. زي ما احنا اخدنا الباوندريز او الحدود وشرحناها على الصوره اللي هنا اللي هي الصوره رقم ايه، هنبدا ان احنا نتكلم بقى عن الفورامن او عن الثقوب اللي هي بتعمل ربط او بتعمل جسور او بتعمل قنوات ما بين التريجو بالاتاين فوسا وما بين المناطق التانية. هنتكلم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه عن المناطق ديت، لكن الاول احنا هنتكلم عن الفورامن سريعا كده، عن الفورامن او الثقوب الموجوده حول التريجو بالاتاين فوسا. يمكن اول واحد عندنا هو السيفينو بالاتاين فورامن، وده يمكن مفيش يعني فن قوي في التسميه بتاعته. هو عباره عن فورامين بيقع ما بين السيفينويد بون وما بين البلط، فسميناه سيفينو بالاتاين فورامين، وهو قريب قوي من اسم الفوسه كلها والمنطقه كلها، يعني المنطقه كلها ممكن نسميها سيفينو بالاتاين فوسا، والفورامين ده اسمه السيفينو بالاتاين فورامين. وبالمناسبه السيفينو بالاتاين فورامين بيمشي فيه شريان اسمه السيفينو بالاتاين ارتري، يعني متسمي باسمه. يعتبر السيفينو بالاتاين فورامين بيقع ميديال مقارنة بالفوسة، يعني احنا لو ركزنا كده مع بعض هنجد ادي الفوسة تمام، والفورامين تقريبا يعتبر ميديال للفوسة. انا عايزك تدخل كده معايا، ادي الدايرة دي بتعبر عن الفوسة او بتعبر عن المنطقة كلها، فتعتبر الفورامين اللي هو اسمه السيفينو بالاتاين فورامين ده يعتبر ميديال مقارنة بالفصة، يعني ميديال للايه؟ للفصة. زي ما قلنا يمكن في الفيديو اللي فات انه البلاتاين بون تعتبر ميديال للفصة، كذلك برضو الفورامين ده، الفورامين بتاعها ده اللي هو اسمه السيفينو بلاتاين فورامين، يعتبر ميديال للفصة، ميديال للتريجو بلاتاين فصة. يبقى احنا زي ما احنا شايفين يمكن تاني فورامين عندنا اسمه الفورامين رو تاندم، وهو طبعا سمي بهذا الاسم لان كلمه روتاندم يعني باعتبار ان هو دائري يشبه الايه الدائره، يعني يمكن ده مثلا مقطوش من فوق انما ده دائري دائري يعني، فبنسميه فورامين روتاندم. يمكن اخذنا في الاسكال او في الجمجمه الفورامين اوفال اللي هو البيضاوي، والفورامين سباينوزم اللي هو شبه الفتحه بتاعت الشوكه يعني او السباين، ما علينا، المهم ده اسمه الفورامين روتاندم. نيجي للي بعده. بالمناسبه الفورامين روتاندم ده مهم جدا، بيمشي فيه نيرف او عصب هناخده ان شاء الله بالتفصيل اسمه الماكسيلاري نيرف. ثبت عندك المعلومه ديت اللي هي انه الماكسيلاري نيرف اللي بيخش فيه او بيطلع من الفورامين روتاندم. خلاص طيب، في عندك كمان هنا في عندنا كمان منطقه هنا اسمها التريجويد كانال، وطبعا كلنا عارفين هي اسمها التريجويد ليه، لان احنا لو بصينا هنا اهو، انا عايزك تبص كده الحته ديت اهي، دي اسمها اللاترال تيروجويد بليد، التيروجويد كانال اهو، شايف الفورامين ده، ده التيروجويد كانال. هنا برضو ادي التيروجويد بليد اهو تمام، وهنا ادي القناه تمام كده اللي هي اسمها الايه التيروجويد ايه كانال. خلاص يبقى ادي هنا الدايره اللي تحت دي، هنا تيروجويد كانال وهنا برضو التيروجويد كانال، هنا ادي الفورامين روتاندم اهو فوق اهو، وهنا ادي الفورامين روتاندم. خلاص نيجي بقى الرقم 3، هنا ده السيفينو بلاتاين فورامين اهو، وهنا ادي السيفينو بلاتاين فورامين. شوف واضحه وحلوه ازاي اهي. نيجي بقى لاخر فتحه هنا عندنا اللي هي البلاتو فاجينال كانال، ويمكن يعني اسمها البلاتو لان هي تشبه الى حد كبير الايه او لان هي ماسكه في العظمه اللي هي اسمها البلد، زي ما احنا قلنا انه الجزء اللي هو اللبني ده اسمه البلاتاين بون، العظمه ديت اللي اسمها البلاتاين بون، وهنا يمكن الفتحه دي لان هي بتبقى ماسكه في البلاتاين بون فسميناها بلاتو. طبعا كلمه فاجينال يعني انا مش عارف هم ليه سموها فاجينال، طبعا كلمه فاجينال دي يا شباب نسبه للمدخل بتاع الفيميل جينيتال سيستم، لكن يعني ما علينا. طبعا يبقى اذا القناه ديت اسمها الايه البلاتو فاجينال كانال، لان هي موجوده جنب الايه البلاتاين بون. طبعا يا شباب هي ما لهاش علاقه بالفيميل جينيتال سيستم، لكن يعني الكلمه مكرره هنا وهنا. ما علينا، هنا يبقى هنا عندنا القناه ديت موجوده في البلد. يمكن الحاجه اللي بتجمع ما بين الثلاثه فورامين دول ان هم بيقعوا بوستيريور